أذكر من الأسئلة المحورية اللي غيرت حياتي، كنت خارج من المدرسة المتوسطة في الطائف، وكنت ذاهب من بيتي من المدرسة إلى بيتي، فكنت أمر بجوار مسجد عبد الله بن عباس في الطائف، مسجد شهير حيث يدفن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. فالمهم ذاك لأول مرة في حياتي أشوف جنازة تخرج من المسجد واتجه إلى المقبرة، فأثار فضولي المشهد فتابعت الجنازة، بس خفت أن يدخل المقبرة وقفت على الباب. كان في بعض النساء التي يسألن، يعني السائلات يقفن عند الباب، يعرفون أن الناس فيهم مثل هذه الظروف يتصدقون. فواقف جنبهم، فواحدة منهم قالت لي: هذا الميت أبوك؟ لا تتصور كم كان وقع هذا الكلمة علي. بقيت من ذاك الوقت 17 عاما أتساءل، 17 عام أتساءل فيها: هل سيموت أبي؟ ومتى سيموت؟ ولماذا سيموت؟ وكيف سأودعه؟ وأين سيكون؟ وعندما آتي به إلى هذه المقبرة أين سيكون مكانه؟ 17 عاما منذ ذلك التاريخ وأنا أتساءل هذا التساؤل. تدرون هذا التساؤل كان السبب، تدرين هذا التساؤل كان سبب تغيير حياتي، كان سبب لبحثي عن كيف أطيل عمر أبي، كيف أجعل أبي يعيش سعيدا؟ إذا كان ما في جو ثاني أن يطيل عمره، كيف أجعله يعيش سعيدا؟ كيف ألتقي به إذا غادرني؟ كيف أشعر أنني عندما أودع أن أودع في مكان آمن؟ تساؤلات أخذتني وبشدة إلى إجابات كبرى، إلى أن ينبغي أن أغير طريقتي في الحياة، ينبغي أكون صاحب هدف، ينبغي أقل أهدافي أن أكون برا، أقل أهدافي أن أكون برا، أقل أهدافي أن أدخل أبوي الجنة. أذكر بعد 17 عام بالضبط عندما حملته رحمة الله عليه بعد صلاة الجمعة، وكان الناس يحملونه معي، وكن سابق إلى المقبرة مسابقة الريح، أقول في نفسي: الآن أيتها السائلة أقول لك هذا أبي. وضعته في القبر ووقفت على قبره وقلت للناس: أنا لست متألما على فقد أبي، لأني من 17 سنة أنتظر هذا الموقف، من 17 سنة وأنا أجهز نفسي لهذه اللحظة، واليوم أدعو وهو الحمد لله قد شهد أن لا إله إلا الله قبل أن يموت بدقائق. وأنا اليوم أدفنه في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، وأنا أشعر بالرضا الكاملين عن أنني أودعه إلى خير من يستقبله خير مني. لولا هذا التساؤل المؤلم الذي سألتني إياه تلك المرأة البسيطة لما كان تغيرت حياتي. كان ممكن أتجاهل، كان ممكن أروح ألعب مع أصحابي، كان ممكن أروح أدور الفرفر، إحنا نسميه في الغربية فرفيرا فرفر، كان ممكن أروح ألعبها ولا ألعب كورة حافي زي ما كان بقية أصحابي يفعلون وانسى الموضوع، لغاية ما تيجي الصدمة يموت أبي فجأة، ثم أكتشف أنني لم أفهم شيء من أسرار الحياة.